هند دي انا دايما بقول هند هند بقول بصراحة انه هي استاذة. يعني هند دي يعني مثل يقتدى به في اتقانها لاي شخصية بتعملها، وانا بحب الناس اللي كده. يعني هي انسانة يعني فاجئتني مثلا انه هي عملت صعيدي بطريقة انه هي انه هي المصرية الصعيدية، عملت حاجات المجنونة المطرقعة، عملت الحاجات اللي هي المؤثرة والدراما القوية. يعني دي انا بعشقها بصراحة. انت جدني على الجرح. انا بس على التواصل بينكم، هل التواصل بينك وبين اي من انا كل الناس دي صحابي كلهم يعني عزاز جدا عليا. طبعا طبيعي ان هم اولاد بلدي، وطبيعي انه يبقى في كونتاكت بينهم ونسال على بعض ونهني بعض وكده. بس هي الفترات اللي هي بتاع الشغل شويه بتبعدنا، يعني طبيعي ده.